السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. كي راكم دايرين؟ صافا. بون، بناء على الطلبات تاعكم اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا زوج تاع صوالح. اولا غادي نشوفوا تطبيقين نخدموا بهم المونتاج، اضافه للتطبيقات اللي درتهم الخطره اللي فاتت في الفيديو. حاجه ثانيه غادي نشوفوا كيفاش نقص الاهتزاز من الفيديو تاعك، يعني تخدم ستابيلايزيشن في التليفون، وكيفاش تخدم ولا تاجوتي سابتايتلز في التليفون تاعك ثاني كيماش الخطره اللي فاتت بالميكرو. اليوم غادي نشوفوا بالتليفون. اذا راك مهتم وعد معنا لنهايه الفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفاعل مع الفيديوهات باش يحكيك جديد وباش لاشين تقعد دائما نشطة. السلام عليكم. اذا نبدو على بركه الله مع اول تطبيق، اللي هو تطبيق كاين ماستر. كاين ماستر هذا كنت نشوفه بزاف في اليوتيوب، ولكن ما كنتش دايها فيه بزاف، ناس يخدموا به وقالوا شباب. دونك ديسيديت اليوم باش نسييه، او ميم طون نوريكم كيفاش ديروا فيه السابتايتلين. اول ما تدخل في البروغرام تاع كاين ماستر، هذه هي الواجهه اللي تطلع لك. نلاحظوا هنايا في اقصى اليمين والفوق عندنا لي بروجي اللي انا ديجا بدينا فيهم، يعني المشاريع اللي بدأنا العمل عليها. نضرب اللغة العربية باش حتى المتابعين من الدول العربية يفهموني واش راني نقول. هنا نلقوا مجموعة من الخيارات تبان لي يوزلس، ما نحتاجوهاش، ما فيها حتى فايدة. هنا تاني عندنا ثلاث خيارات. عندنا هنا الخيار الأول يوتيوب، يعني القفلات تديك لليوتيوب. تاني تبان لي ما عندها حتى فايدة، إذا راك بغيت تدخل يوتيوب تدخل لها من الابليكاسيون تاعها، ما تدخلهاش من كاين ماستر. على اليمنى ولا على اليسرى كاع نلقوا المتجر تاع الكاين ماستر. المتجر تاع الكاين ماستر هذا في الفيرسيون تاع اللي جاي في البلاي ستور، يعني الفري، لازمك تخلص باش تقد تشري صوالح منه، تشري البريسيتس، تشري تمبليت، تشري ميوزيك، يعني لازمك تخلص. ولكن في الفيرسيون ولا في النسخه اللي يعني جايبها لكم المهكره، يعني بيراتي، راح تلقاهم دي بلوكين. انا دروك ما راحش عندي الكونيكسيون على بيادي، كي ندخل نلقاه هاكا يقول لي بليز تشيك يور كونيكشن، دونك ما راحش عندي الكونيكسيون. ثم كي تدخلوا تلقوا هنايا بزاف بزاف صوالح شابين تقدروا تخدموا بها. ما عليك الا انك تدخل في العفسه هذيك، باغ اكزومبل عجبك كومبليت انيماسيون ولا، تدخل فيها ودير داونلود تقراها يكمل. الملفات عاده ما يتجاوز الحجم تاعها 10 ميجا، وتبدا تخدم بالملف هذاك ولا البريسيت اللي خرجته. احنا دروك اللي يهمنا اننا نكريو مشروع جديد ولا بروجي جديد، نكليكو هنايا بلس، يطلع لنا ثلاث خيارات 16x9 9x16 ولا 1x1. هنا غادي تتعلق بالريزوليسيون ولا الابعاد تاع الفيديو تاعك، حاجه باينه. اذا راك باغي تخدم فيديو لانستغرام ولا اي موقع ولا تطبيق اللي يدعم الاسبيك ريتشيو تاع 1:1، يعني مربع، دونك تكليكي 1:1. اذا راك باغي تخدم فيديو مثلا للستوري تاعك ولا فيديو طويل انت تعرف عليه، ندير 9x16. واذا راك باغي تخدم فيديو عادي كيما اللي نخدموا بهم حنايا عاده في اليوتيوب وكاع، ندير 16x9. دونك حنا نديرو 16x9. كي تدخل في 16x9 اول حاجه طلع لك هي يقول لك خير الملفات اللي راك باغي تخدم بها. دونك حنا غادي ندخلو في الكاميرا وندو بعض الملفات، بعض الفيديوهات هكا اللي نخدمو بهم. شوفو ندو باغ اكزومبل هذا المهم ثلاث فيديوهات بزاف. كي تخير الملفات تاعك ودير اوكي يطلع لك هذه الواجهه كما راكم تشوفوا. هنايا عندكم هذا المونيتور، يعني تشوفوا الفيديوهات اللي راكم تخدموا فيها حاليا، تشوفوها لهنا. عندكم هنا تايم لاين وين تقوم بخلط كاع الملفات تاع الفيديو والصور باش يعطوك فيديو نهائي، تزيد معها الموسيقى التكست الى اخره. هنايا عندك مجموعه من الخيارات دوك نشوفوهم، وهنايا عندك ثاني مجموعه من الخيارات نشوفوهم دروك. اولا عندك هذا السهم وهذا السهم، هذا وهذا. هنا عندك مثلا كي تكون تخدم ودير عفسه
وما تعجبكش وتبغي ترجع للطاش اللي كانت قبلها، فتكليكي هذا السهم المدور هنا، والعكس اذا راك باغي تعاود تولي لقدام تكليكي هذا. مثلا نقول راني نخدم هكا وغلطت محيت هذا، غادي نكليكي هنا سيبريمي، دونك راه راح من التايم لاين. اذا كليكيت هذا السهم اللي هنايا نلاحظوا بلي عاود ولا لي، اذا نبغي نعاود نولي في جهه اخرى نكليكي هكا عاود يولي. سي بون. الخيار الثاني تاع المربع هذا يعطيك سكرين شوت، يعني مثلا كتخدم في الفيديو هذا وعجبتك لقطه راك باغي ترد هذه التصويره، تروح عند البلاصه راك باغي ترد هذه التصويره تكليكي هنا ودير كابتشر. كي دير كابتشر ان سيف راه يحفظ لك الصوره اللي صورتها في الغاليري، وراح يدير لك الصوره برك هذه اللي ها هنايا، ماشي كاع تاع السكرين، غير هذه برك تاع اللي راها في المونيتور. الخيار الثاني انك تصور الصوره كابتشر وتحطها في الخليط، غادي كي دير هكا يصور لك كابتشر ويحطها لك هنايا في التايم لاين. بروغرام سيقوم بوضعها بجانب الفيديو اللي تستخدم فيه اما قبله او بعده. والخيار الثالث كابتشر اند اد از لاير. شوفوا جماعه كي تشوفوا كليب يعني راك تكون حاجه بقرب حاجه، كي تشوفوا لاير حاجه فوق ولا تحت حاجه. كي دير لاير يعني غادي يحطها لك يا اما فوق او تحت الفيديو اللي تصور فيه ولا الصوره اللي راها في التايم لاين. اوكي نروحو نسيبريمو هادو. الخيار اللي بعده مجموعه من الاعدادات خاصه بالاوديو الفيديو والايديتينغ، انا تبان لي ما تخربوش فيها ما عندهاش اهميه كبيره. الخيار اللي بعده هنايا هذا يعطيك مساحه اكبر في التايم لاين، يعني كبر لك التايم لاين باش تخدم اليز، وصغر لك ليكرون ولا سكرين اللي تشوف فيه هذا اللي راه هنايا يصغره ويرده لك صغير هنايا، ويعطيك مساحه اكبر في التايم لاين. والخيار الاخير يعني يسمح لك بالتنقل بين الفيديوهات واحد بعد واحد. هذه فيما يخص القائمة اللي على أقصى اليسار، سهلة مهلة. بالنسبة للتايم لاين عندك تقدر تربط الفيديو ولا الصور وتحطهم في المكان اللي راك باغيه وبالترتيب اللي راك باغيه هنايا كما راكم تشوفوا. تقدر تكبر وتصغر التايم لاين، كليكي بصبعك في زوج وكبر وصغر، هذه هي، وتسكرولي كما هكا. بالنسبة للخيارات اللي جايين هنايا في أقصى اليمين الفوق هذا، عندنا الخيار الأول هو هذا السهم اللي راهنا تشوفوا فيه، هذا كي تكليكي عليه راك تبدا تتفرج في الفيديوهات والصور اللي ميكسيتهم مع بعض، اللي خلطتهم انت كيما نقول. عندك هنايا دائما كيما قلنا المتجر، عندك هنايا اوديو باش تضيف ملف صوتي للتايم لاين تاعك، نديرو مثلا ارتست. عندك بزاف خيارات قد تخير منها، اما الموسيقى اللي جايه مع كاين ماستر، يعني راك تسمع الموسيقى واذا عجبتك تيليشارجيها من اول تمتم وتحطها. عندك ريكوردد يعني اللي سجلتهم نتايا بالريكوردر تاع الفون. عندك سونغز كاع الملفات الصوتيه اللي راها عندك في الهاتف تطلع لك هنايا، احنا ندي واحد منها فار اكزومبل، ندي هذا نديرو بليس نديرو كيما راكم تشوفوا هنا الملف الصوتي يطلع لي شويه من ديكالي على البداية، انا باغيه في البداية سما هذه كيما راه نرده اوبس نرده نقدمه كيما راكم شوفوا. هنا تقدروا تكبروا وتصغروا الحجم تاع الموسيقى، كيما هذه فيها 21 ثانية ولا 24 ثانية، تقدروا اما تصغروا الحجم تاعها ولا ديروه للماكسيموم. كي نكليكو هنا على الملف الصوتي يطلع لنا مجموعة من الخيارات تاني. عندنا الخيار الأول باش نديرو الحجم تاع الصوت، نكبروا ولا نصغروا هنايا. هنايا لابالونس تاعه يعني التوازن، اما راك تديه لليسرى ولا لليمنى، يعني نسمع على اليسرى ولا على اليمنى ولا في الوسط، خليك كيما هكا افضل. وهنا بيتش هنايا يعني النبره تاع الصوت راك باغي ترققها ولا تغلظها.
فيتش هذه عاده تخدم بها مين تبغي ترقق ولا تغلط الصوت على الانسان اللي راك تسمع فيه. احيانا تكون مليحه في الكوميدي والعسك معك يعني تضحكك. ثانيا عندنا الايكولايزر قاعد نعرفوه، تبدل كما نقولوا تزيد الدقه تنقصها الى اخره على حسب نوع الموسيقى كما نديروا بوب هنايا. شوف دونك هنا عندك شحال من خيار. ثالثا عندنا الخيار هذا مثلا نسحقوه من نبغوا الموسيقى تاعنا تبدا ناقصه وتبدا تزيد بشويه، ولا نبغوا نزيدوها عند بلاصه ونقصوها عند بلاصه واحده اخرى، فنروحوا عند البلاصه اللي باغيين نقصوها باريزون مثلا هنايا نديرو زائد، ونروحوا هنا نديرو زائد واحده اخرى. هذو اسمهم كي فريمز، كنا شايفينهم في الادوبي بريمير في الميكرو كي فريمز. هذو دوك نروحوا عند باريزون الكي فريم هذا ونقصوا، ولا البلاصه هذه ونقصوا ولا نزيدوها كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا الصوت تاعنا كيف راه يولي. إذا بدينا شوف عندنا ريفيرب هنايا، تبدل لك ثاني الصوت تاعك على حسب هذه الأماكن كما راكم تشوفوا. عندنا هنايا كيف كاتدرال، كاي اللي يزيد كليكو وكاي اللي تقلع الكليكو، كل وحدة كيفاه. فويس تشينجر ثاني تخرب لك في البيتش. هنا عندك واحدين واجدين، عندك كما راكم تشوفوا ومن روبوت راديو مان كيد فاني بيتش، هذو قاعد تقدروا تبدلوا بيناتهم ويخربوا لك في النبره تاع الصوت. داكينغ وهذو ما نهضروش عليهم دروك، تم بعدا سبليت تريم باش نقطعوا الملف الصوتي تاعنا. وكي ندخلوا فيها غادي نلقوا ثلاث خيارات، اما يقطع ويمحي كل ما راه قدامها. مثلا اذا قطعت هنايا ودرت الخيار الاول غادي كاع هذه تروح منا، كاع هذه اللي هاي قدام تروح مثلا هكا استغلوا، قعدت لنا غير الجهه اللي بعد الخط هذاك، والعكس صحيح هنايا ولا هنايا تكوبيها في الوسط وصايعد وراك داير الخط هذاك. فيما يخص خيارات الاخرين عندنا هنا ميديا باش نزيدو نضيفو صور او فيديوهات جديده للتايم لاين تاعنا، وعندنا هنايا فويس اذا بغينا نسجلو الفويس تاعنا يعني فويس اوفر. كل ما عليك انك تدخل في الفويس دير وراك باغي تبدا وتكليكي على ستارت. انا من داك راني داير سكرين ريكوردينغ، مانيش باغي ندير ستارت باش ما يتخلطش الصوت تاع ريكوردينغ مع تاع الكاين ماستر. دونك هنا دير ستارت وتبدا تسجل. هنا عندنا لايرز، لايرز فيها شحال من خيار ثاني. عندنا اول خيار هو ميديا، وميديا هنا يختلف على الميديا الاخر. علاه؟ الميديا الاول كي تضيف صوره او فيديو راح تجيك ككليب، يعني راح يجيك بجانب الصوره او الفيديو اللي كان في التايم لاين. ولكن هنا الميديا الزوجه هذه كي تضيف صورة أو فيديو راح يجيك كلاير، يعني فوق ولا تحت الفيديو نتاعك. هذه تحققها عادة من يكون عندك لوجو PNG تبغي تزيده في الفيديو نتاعك. دونك هنا هذه عفسة مليحة، نزيدو لاير. عندنا إفكتس، إفكتس هنا يعطيك مجموعة من لي زيفي. دونك هنا تلقى بيزك إفكتس، تلقى غير هادو زوج، تقد تضيف اي عدد تاع افكتس تبغيهم من المتجر كيما قلت لكم، تدخل وتيليشارجي وتبدا تخدم بهم. اوفرلاي عندك هنايا ثاني مجموعه من الرسومات والاشكال الى اخره، كي تكليك عليها تطلع لك فوق الفيديوهات نتاعك. وهنا مجموعه من الخيارات تاع انيميشن الى اخره. وعندك هنا تكست، تكست نقولو سبسكرايب، سبسكرايب روحوا ديروا اشتراك دروك اذا ماكش مشتركين باش نزيدو نكملوا اليز. هنا تكتب التكست تاعك، صبروا نمحو هادو. من تبغي تمحي فقط تكليكي على اللاير ودير سيبريمي ولا ديليت، هنا ديليت. باش لحقنا التكست راني نهضروا على الساب تايتلينغ. مثلا نقولوا منا لهنا عندي قلت السلام عليكم، واش غادي نروح ندير نكتب لها الكولر تاع الخلفيه تاع حارتها شويه احلى النيبل كما راه ترى مليح. نحطها هنا لتحت ونشوف. ندير تكست واحد اخر هنا تكست how are you doing. هنايا
روح تحت نبدل الباك جراوند. شوف هنا ديروا نفس الحجم ونفس الخط كما راكم تشوفوا هكا. جانا تكست زوج ونبدو نزيدو حتى نكملوا لي تكست تاعنا. هذه سهله معنا، اسهل طريقه هذه ديروها، ديروا بها السبتايتلينغ. الهاند دروينغ اذا راك باغي ترسم فوق الفيديوهات تاعك ولا الصور تاعك، هنا تخير الشكل اللي باغي ترسم بيه. هنا دويرو، هنايا مربع، عندك نورمالمون تقدر تخير البراش ترسم كيما راك باغي. هذه ما عباليش على داروها. المهم دونك هذا هو كاين مصدر باختصار، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. زيدوا اكتشفوا الصوالح اللي راهم فيه. وعندنا حاجه نسيناها هنا اللي هي هذه الحمراء، اذا راك باغي تريكوردي ولا تصور صوره مباشرة من الكاين ماستر وامبورتيها ودخلها في التايم لاين تاعك، فمباشرة بلا ما تخرج منه هنا يتصور. واخر حاجة لازم نعرفوها اللي هي الاكسبورت. نكليكو هنا الفوق يطلع لك مجموعة من الخيارات، فيه خيارات اكسبورت حتى 4K كواد اتش دي فول اتش دي والاتش دي هنايا، وحتى الفيجيو فريم ريت فيه 30 هو التالي. وهنايا البيت ريت ماذا بيك تخليه شويه طالع باش الكواليتي التاليه تكون توب، ما يقصكش كواليتي التاليه. ودير اكسبورت وهنا يطلع لك الاستيميتد شحال غادي يكون الحجم تاعه. وبصحتك الفيديو تاعك. فهذا فيما يخص الفيديو الاول الخاص بكيفاش دير سبتايتلينغ بالتليفون باستعمال برنامج الكاين ماستر. بغيت نسيباري هذو لي دو فيديو تاع الكاين ماستر وتاع الباور دايركتور باش ما يديرش بزاف وقت في الابلود، وتاني فيديو ما يجيكمش طويل وما تكرهوش. شكرا لانك لحقت حتى لهنايا وتفرجت الفيديو كامل. ما تنساش الاشتراك في القناه ودعمنا بجيم كومونتير بهذا السؤال كيما هكا. اذا بغيت تبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش حتى هما يستفادوا، ولا طاغيهم في لي كومونتير وقول لهم يستفادوا. ونتلاقوا ان شاء الله في الفيديو اللي موراه. ماذا بكم تدخلوا دروك تتفرجوه في اللينك هذا اللي راه هنايا ولا في الصوره كيما راكم تشوفوا. هيا السلام عليكم.